بسم الله الرحمن الرحيم. رائد الشويحي، رأس مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رائد. نور يا رائد. والله الحويتي في ايه؟ ولا حاجة، قفلت وفتحت. منورنا ومشرفنا، أهلا وسهلا حضرتك. شكرا جزيلا على بصمات تسلمولي. علم القرشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي، منورين ومشرفين، أهلا وسهلا بكم. علم القرشي، أحلى بصمة تسلمي لي يا أختي، تسلم لي بصمتك، متحرمش منك. أحمد الطائي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورت وشرفت يا أحمد، أهلا وسهلا بيك. أحمد الطائي، ازيكم؟ الحمد لله. ازيك انت؟ أخبارك ايه؟ أحمد الطائي، بصمة للغالية. تسلم يا أحمد، تسلم لبصمتك، نورتني وشرفتني. على الكروشيه، بصمة منتدى حبيبتي، تسلمي لي أختي، تسلمي لمنتداكي وبصمتك، ما تحرمش من وجودك. أحمد الطائي، منورين جميع نورك يا أحمد. منورين ومشرفين، أهلا وسهلا بيكم. على الكروشيه، عليكم السلام. أحمد الطائي، أهلا بكل شيء. منور أحمد، كيفك؟ أهلا وسهلا بيك رائد الشويحي، نورك يا طائي يا غالي. أحمد الطائي، منور خالد كروشي. أحمد الطائي، الحمد لله الحمد لله. درنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم. أحمد الطائي، حبيبي رائد، أخويا الغالي، رنة الخيال، حبيبي الحلوين، حبيبتي يا رنة، نورتيني وشرفتيني يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا بيكي. رنة الخيال، منورين نورك يا حبيبة قلبي. على الكروشيه، من منورة رنة الخيال، منوريني جميعا. رنة الخيال، فين باقي الناس الحلوة دلوقتي؟ يجي يا حبيبتي، أذكر الله يذكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. رائد الشويحي، رنة استني أفرحك هنا. رنة ندخل الخيال، يلا يا رائد. أذكر الله يذكرك، منوراني مشرفاني، أهلا وسهلا. عالم كروشي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذكر الله يذكرك، أحلى بصمة لأمريكا الحفلة، تسلمي وتسلمي بصمتك أو بصمتك، معرفش أخونا أو أختنا، أهلا وسهلا. أحمد الطائي، حفلة موفقة، سلام للجميع. شكرا جزيلا يا أحمد، في أمان الله. رنة الخيل، أذكر الله
أنا ندخل خال بتنادي عليك، أستغفر الله. أقعد شوية، أستغفر الله. عندك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أذكر الله أذكرك، ورا ندخل خيال عندك، ورا ندخل خيال المرأة الفرنسية. أذكر الله عندك، رديها نورانا مشرفانا، أهلا وسهلا بيكي. أذكر الله أذكر الله أذكرك، بتقول رائد عندك بصدق. حالم كرشي عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. عصفور بقى مصطين بصمة يا ماما، تسلم يا رائد وتسلم لي بصماتك. رنة في الخيال فين رائد؟ هو عصفورة بغمستين يا رنة. عصفور بغمستين، أذكر الله فرحتك هدية، تسلم يا رائد. رنة في الخيال غمستين رائد صح، أذكر الله يذكرك، ورديت يا رنة والله. عصفور بغمستين قالك يا أذكر الله هدية، ما تردلوش ردي عند رائد الشويحي. أهلا وسهلا بكم. رنة في الخيال بتقول غمستين دول بتوعي رائد، وبتضحك. عندك غمزات يا رنة؟ أسفل بغمستين رنة في الخيال فرحتك، أذكر الله. بتقول يفرح قلبك برضاها عنك حبيبتي صاحبة الحفلة. حبيبة قلبي تسلمي لي. أشكر يا أخونا العزيز رائد، تسلم يا رائد. يا رب ربنا يفرح قلبك. رائد بيضحك وبيقول رنة روح روحي بتغير عليا، على فكرة بتغير عليا كروشي، حد غير على ابنه من بنته. رنة في الخال بتضحك، على كروشي بتضحك. رنة في الخال، طب انا ايه بقى؟ عايزة اسمها ايه كمان؟ زي اسمها ايه، الله يمسها بالخير، اسمها ايه؟ مدللة قلب، مدللة الأسطورة باين. رائد بيقول اذكر الله خليكي، هفرحك بكام عصفور هدية من الحفلة. تسلم يا رائد، ربنا يفرح قلبك. رنا في الخال بتقول موقعي ايه في الاعراب يا رائد؟ رنا في الخال، عندي 3 غمازات، ازاي بقى يا رنا؟ واحدة يمين واحدة شمال، التالتة فين؟ في تحت في الدقن. رائد الشويحي، اختي يا جيجي والحمد لله. أذكر الله أذكرك، بتقول مشكور أخي الغالي رائد. أيوة، ما الكروشيه مامتك، الكروشيه مامته تبقى أخته. رنة في الخيال، أخويا حبيبي برضه، وبتضحك. حبيبتي يا رنة، الحلو الحلو بصمة يا ماما، تسلم لي يا رائد. يا حلو يا حلو انت، رنة في الخيال انتوا قرايب. ايوه يا حبيبة قلبي قرايب. رنة في الخيال، الحلو الحلو من يومه وبتضحك. الحلو الحلو فرحتك يا جيجي رائد، فرحك يا جيجي اهو. اذكر الله يذكرك، بعتالك وردة يا رائد فرحها. رنة في الخيال، ميرسي رائد.
الحلو الحلو بيقول اذكر الله فرحت في ليا، ارنس الخيل بتقول لك بترن عشان ما تجروش وبتعيط، نصحى ورنة. لما بتضحك أعمل إيه بس حبيبة قلبي؟ أحضر كتير عند الناس يا رنا علشان تخلصي، انت بقالك فترة مختفية. اذكر الله يذكرك، مشكورين، بارك الله فيكم، منورانا ومشرفانا، شكرا جزيلا لحضورك. رائد بيقول ما تلاقيش بالترن وعصافيري كلها موثقة برقم فون، والحمد لله. رنا الخلخال 50 جيجا خلصوا بعد 12 يوم، ما بقتش عارفة أدخل حفلات ولا أحمل، عندي شغل جديد. عالم كروشيه منوري نورك يا أختي يا حبيبتي. النت ده معرفش عامل زي العصافير اللي بتطير بالظبط. رائد الشيوخ بيقول لك نورك يا روح الروح. رنة الخيال برضو، رائد رنة الخيال بتقول لك طب انا مؤلف انت اخته، اذكر الله يذكرك وبنادي عليك يا علم الكروشيه. شوف لها لقب يا رائد، حلم كروشيه، تسلمي يا رائد وبتدي لك بوسة. رنت في الخال بتقول أنا كده اللي هغير بقى. رائد بتحبوه بديك، أيوة ده بيك الجيران عندهم عشة فراخ، إنما إيه فراخ محترم. رنت في الخال بتضحك، رنت في الخال بتقول صوته حلو أوي، ما هو حلو علشان بتسمعيه شوية وهيبطل. ما هنا بقى إيه؟ دوار ده ولا غرفة؟ لسه ما وصلتش عندي. بتقولي تسلم لي يا رائد، بدي لك وردة. هي وردة مش بوسة، أنا قلت بوسة. أنا قلت وردة والله، لا والله مش مشكلة، بصوا في القلب وردة على البتاع. ابنك حبيب الفرد. أنا ما كنتش أذكر الله يذكرك عندك، رد في الخيال الأصوات اللي محرومين منها. أيوة يا رنة. رائد بيقول أنتي من فين يا جيجي؟ هما في إيطاليا ما بيربوش فراخ. اذكر الله يذكرك بتقول تم عالم الكروشيه. رنة الخيال هو ابنها فعلا، هو يعني في منزلة ابنها يا رنة، أكيد ابنها العزيز. مدرسة الحياة هشام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هشام، ازيك؟ عامل ايه يا هشام؟ أخبارك ايه؟ نورتنا وشرفتنا. رنة الخيال عاوزنا مين فين يا رائد؟ انت اكيد تعرفي المنوفيه عشان انت سالتيني انت من المنوفيه ولا لا يا موسى. انا الكروشيه شكرا، اذكر الله. الحياه مدرسه، هشام بيقول مع احلى بصمه لاحلى ناس مصر. تسلم يا هشام ويسلم حضورك، نورتنا وشرفتنا يا غالي. رائد بيقول ايوه يا جيجي هي امي وانا ضناها. علم الكروشيه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اذكر الله يذكرك بتنادي عليك يا هشام. هشام بيقول الحمد لله يا أختي، الحمد لله دايما يا رب تكون بخير. رائد بيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ هشام. رنة في الخال بتقول إحنا مش عارفين ناكل فراخ ولا لحمة، حاجات مقرفة مش زي أكل مصر الحلو. حبيبة قلبي يا رنة. عالم الكروشيه بتقول أيوة ابني يا رنة. عالم الكروشيه بتقول منور يا هشام. رنة بتقول ربنا يخليكم لبعض ويخليك يا حبيبة قلبي. هشام بيقول تحياتي إلى أختي كروشيه وأخي رائد. تسلم يا هشام منورنا. رائد بيقول من اسكندرية، هو مين اللي من اسكندرية يا رائد؟ رنة خلخال بتضحك بدون الضحك يا حبيبتي. هشام بيقول منور يا رائد.
الحياة مدرسة. هشام بيقول منور يا كروشيه، نورك يا هشام والله علم كروشيه. تسلم يا هشام، ربنا يحفظك. رنة خلخال بتقول نصي في اسكندرية برضه يا رائد. رائد يقول نورك يا أستاذ هشام، الحياة مدرسة. تسلم، ربنا يحفظكم، ربنا يحفظك يا رب. رنة خلخال بتقول نص اسكندرية ونص غربية. سلامات يا هوا بصمة يا ماما. تسلم يا رائد وتسلم بصمتك، مش منك. رنة خلخال ونص من إيطاليا، أحلى حاجة نص إيطاليا ده. الحياة مدرسة بينادي عليك يا رنة خلخال. سلامات يا هوا قالك يا جيجي. رنة خلخال سلامات يا هوا، سلامات يا هوا هو رائد يا جيجي. فتحت. يا أهلا وسهلا بالجميع. رنة خلخال بتقول هشام عندك من زمان ردها. سلامات يا هوا والأستاذ هشام هدية. سلامات يا هوا ده رائد الشويحي يا أستاذ هشام، بيفرحك رائد الشويحي راس مصر. أتاخديني إيطاليا يا جيجي، خدنا معايا يا جيجي. رنة خلخال بتقول أنا مستنية 50 أهو يا رائد. أنت هيطلع بال50 هنا؟ رائد يقول كرهت نفسي هنا. لا معلش يا رائد، طول بالك، إن الله مع الصابرين. معلش ربنا يهونها عليك. رنة خلخال بتقول يلا بينا، أحجز لك إمتى؟ الحياة مدرسة. هشام بيقول اذكر الله يذكركم بصدق. سلامات يا هوا، اذكر الله هدية. رنة خلخال بتقول ربنا يهدي لك الأحوال يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. اذكر الله لسه موجود معانا. الحياة مدرسة بقول رنة خلخال مع الرنة. رائد بيقول أسافر إيطاليا إزاي؟ طيب بالطيارة يا رائد. الحياة مدرسة بيقول الله يحفظكم، الله يكرمك يا رب. أنا الكرشي، الله يحفظك يا هشام، اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم يا حبايبي، أهلا الكروشيه، الله يحفظك يا هشام. الحياة مدرسة، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أذكر الله يذكرك، أعتقد إن هي يمكن تكون مشيت. عالم الكروشيه اللي عنده منتدى يرفع أختي من فضلكم. تسلمي لي يا أختي، متحرمش منك يا أختي. منورين جميعا. الحياة مدرسة، في رعاية الله وحفظ أخواتي. إنهم ينادي تصبحون على خير، تصبح على خير يا أستاذ رائد. وأنت من أهل، نورتنا وشرفتنا يا هشام. أنا كروشي منورين جميعا، نورك يا أختي. تسلمي لي، تسلمي نورك يا أختي.
رائد الشويحي وانت رأيت بخير أستاذ هشام في أمان الله وحفظه. رائد الشويحي نورك يا روح الروح، نورك يا رائد. ممكن يكون النت يا بتقول لك بتشتكي من النت، ممكن يكون النت مضايقها. رنة الخيال رائد هي المشاهدة بتتحسب من الدقيقة كام؟ صح يا رائد، يعني من أول دقيقة، يعني الواحد لو اتفرج دقيقة تبقى تتحسب مشاهدة. أنا بتقول لأ مش أول دقيقة أكيد. رائد بيقول بعد 30 ثانية تقريبا. أنا بتقول حد لسه بيقول لي من 5، بس مش عارفة صح ولا لأ. أكيد لأ يا رنا، لأنه في أصلا في فيديوهات بتبقى دقيقة واحدة وبتبقى دقيقتين. رنا بتقول إيه ده أكيد لأ يا رائد، في ناس بتعمل فيديوهات دقيقة واحدة وبيجي عليها مشاهدات، يبقى أكيد بتتحسب من أول دقيقة يا رنا. رائد بيقولوا فيه ناس قالت أول 10 ثواني لكن أعتقد 30. رامي فرخلته، طيب يمكن على حسب عدد دقايق الفيديو. رائد بيقول لا اعتقد اول 30 ثانية. انا بتقول يا ريت. رائد بيقول لك لا يا جيجي، اسمك حلو يا جيجي. عصفور عرب بيمسي على بصمة يا ماما، تسلمي يا رائد وتسلمي بصمتك. رائد والخير يعني لو شاهد لنفسي عادي مش لازم أكمله للآخر، بس لما هتيجي تشغليه تاني مش هتحسب مشاهدة تاني غير لما ترجع تشغليه من الأول. يا رنا عصفور أعرف بيمسي على فرحتك يا جيجي، تسلم يا رائع ربنا يفرح قلبك. ندخل خير، شكرا يا رائد. رنا بتقول اه فهمتك. بعدين انت كمان محتاجة مش مشاهدات، انت محتاجة ساعات يا جيجي علشان الشرط. عصفور بيقول لا ما ينفعش تشاهدي من حسابك الرئيسي، مش هتتحسب لك خالص، حتى لو اتحسبت هيختموها تاني. اه يعني مش من رنة فرخان، تكوني عاملة حسابات تانية وبتشاهدي منها مش من الحساب بتاع القناة. طبعا رنة بتقول طب لو شغلته للآخر وهو 10 دقايق مثلا بيتحسب 10 دقايق مشاهدة؟ اه أكيد، بس مش من يعني مش من القناة بتاعتك. رنة فرخان بتقول اه ما أنا فاهمة يا رائد. عصفور يقول اه بيتحسب 10 دقايق. يعني احنا دلوقتي يا رنا احنا محتاجين الساعات اكتر من المشاهدات، المشاهدات بعد التفعيل ده يعني على حسب فهمي. عصفور اعرف يا جيجي انت مطلوب منك 4000 ساعة او رنا تقول خير فاهمة يا رائد والله.
عصفور قاعد بيقول المشاهدات دي ولا ليها أي لازمة غير بترفع الفيديو فقط. رنة خلخال بتقول ما عنديش أمل أكملهم يا رائد. ليه رنة كده؟ عصفور أعرف بيقول لك ليه رنة خلخال كتير جدا، هيكملوا امتى دول؟ ما هو قدامك بقى انت تعملي فيديوهات وحفلات زي ما احنا بنعمل كده ومشاهدات كمان، وربك المستعان. عصفور أعرف في فيديو عندي شوفيه بشرح فيه ازاي تساعدي نفسك من حسابات تانية بسهولة. رنة خلخال اوكي، وبعدين خلصي يا رنا بقى الشرط الأول علشان تبقى ترفعينه على المنتدى بقى ونبقى نرفعك. رنة الخيل الله المستعان، ربنا يوفقك يا رب، يوفقنا جميعا. على من كروشيه نعم بالله، هرى ندخل خل إن شاء الله حبيبتي. إن شاء الله حبيبتي، أهلا وسهلا بيكم. أنا كل شيء، أهلا بك يا حبيبتي رائد، أهلا وسهلا بكم جميعا جميع، أهلا بك يا رائد، أهلا بك يا رنا، أهلا بك يا كل شيء، أهلا بي أنا كمان. الناس جرالها إيه جدعان؟ الناس جرالها إيه؟ الناس جرالها إيه؟ مش بيجوا ليه؟ منتصف نظرهم ولا إيه؟ عصافير وعندنا العصافير، عايزين ايه تاني؟ رائد يقول اهلا بيك، يقول رائد بيقول على الميكروجة بتقول اهلا بيك يا رائد. رائد بيضحك ويقول اهلا بي انا كمان طبعا. رائد بيضحك ويقول ماما دمك ومش سامعاكي. شفت بقى على ما كل شيء بتضحك، هي نايمة على سرير ولا نايمة على سرير؟ وبعدين هي مدياني أفاها بقى، حاطة البطانية فوق دماغها ونايمة. بقول لها قومي هاتي عمرو، كسلانة تجيب عمرو وتيجي. بتتاوب اهي. يعني لازم يعني الواحد يتزل عشان يبقى هقول يا عبير الشيخ روح نايم على طول. بعدين الجيران اللي عندهم ضيوف دول يقولوا ايه؟ رائد بيقول انت عاوزاها تروح تجيب عمرو ليه؟ خليه قاعد بالقاهرة. لا ده هتجيبه من الصالة اللي جنبنا، هتجيب الموبايل بتاعه
هو حاليا موجود دلوقتي معانا في البلد. عنده فين ده؟ بيقعد مع مامته، عنده بقى شوية بونة بقى وكده. عنده شغل في شقته. بقى كبير والله. رأيك بقول الحمد لله على سلامته، وأخر سلم لك يا رب. والتالت التوبة هتنيميني جنبك. انت بتصلي على النهار طول النهار. قوم اعمل لك شاي. تقوم انت تعمل لي شاي. طب ما تقوم تعمل لي شاي وتفتحي بعدي. لا مش هفتح والله، انا نايم. ايه حكاية النوم دي؟ نايمة ليل ونهار. على مكر الشيء الله يسلمك. تاخدش راحتك في النوم، نعمل لك اكتر من كده. ايه بقى على رأيي اكتر من كده؟ ايه اقول لك؟ قومي اطلعي على السطح تشمسي تقولي حرام عليكم. أصل بتحط يعني بتتكلم زي تكون يعني بنعذبك كده مثلا، بنطلب منك يعني فوق طاقتك. طب تصدقي تاخد الشغل بتاعك بالنهار وتاخد الكاميرا وتطلعي فوق تصوري وتشتغلي في الشمس؟ لا فوق يعني، في الشمس كده ماشي. المهم يعني كده كنت نشيطة شوية. صور خلاص فيديو الشنطة ده أنا هلغيه خالص لأنه مش كامل. صور مؤجر فيه حاجات تانية. إن شاء الله ربنا يصلحلك الحال. نقفل ولا نعمل إيه؟ أنا زهقت. لأ كم خمسة أربعة ثلاثة انا بعد كده هكتب رسالة اللي يقولي، اللي يقولي هروح لهم، واللي ما يقوليش مش هروح لهم. بقول كده في اليوم. هو يعني راضي يفتح؟ ما هو لو فتح الناس كلها هتيجي. لا يا رائد، بص انت عارف افتح بالارض ميكس يا رائد. ولا اقول لك على فكرة تانية، مش عاوز تفتح؟ افتح لكروشيه يا رائد، يفتح عليك، ياخد القناة بتاعتك ويفتح لك، يفتح اسم على الكروشيه عشان لما يجوا يقفلوا يقفلوا لك انت. وايه المشكلة لما يفتح لمامته حبيبتك؟ خلاص يفتح هو بأرض ماكس، محدش يعرفها اللي هي ايه. أرض ماكس؟ اه محدش يعرف أرض ماكس أوي زي رائد الشوح. انت ممكن جنب ارض مكس تكتب رائد الشواحي، رائد الشواحي ارض مكس، ودي تبقى رائد الشواحي راس مصر. عشان تزق التانية زقة، عشان يزق القناة التانية زقة يعني. انت لو فتحت الناس هتتلم تاني. جرب نار العين وقال لي اللي كان بقول وقال لي عندي الكح. سلامتك يا بنت، بطلت التوبة.
عالم كروشيه بتقول لو رحت فين رائد، رائد الشرح بقول عندي أغنية في أرض المكس من امبارح جايبة 430 وحدة وفيديو قرب على 6000. ما شاء الله ما شاء الله. طيب انت محتاج فعلا تعمل نفس منها بقى. لو هتجرب يعني ايه نص ساعة في نص ساعة كده على الكروشيه بتبص على الفيديو صح؟ طيب هو موجود يا ماما ظهري في نفسي اهو ليه يا رائد؟ هذا الكروشيه بتضحك مالك يا رائد؟ سيبها على الله كله على الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيقول لك فيديو إيه اللي بيبص عليه؟ اللي هو ده مشاهدات يعني؟ لا الفيديو الأخير اللي هو بتاع الكرة؟ كان في العرض. لا ما قال لك خلاص المشكلة اتحلت الحمد لله. لما معاك كنت بتبص على الفيديو انت كمان؟ لا انت الاتنين سايبين لي كده لوحدي وطلعت تبص على الفيديوهات؟ لا والله أنا شفت الفيديو الأخير بس بشوف الجديد ولا إيه. ما شاء الله. طيب ما انتوا بتعملوا كده ما نلومش على الغرب بقى احنا معاك يا اهو. يعني لو عايزين نقفل قولوا اقفلوا مش سيبوني قاعدة لوحدي طب بصي بصي النت عندي ما انا قلت لك اللي عندك النت ضعيف طمعانة في السرير اللي جوه. رائد بيقول انا مش ببص. انت جدع يا رائد، اختي هي اللي بتخوني. رائد بيقول لا ما تقفليش. طب انا هفضل مذنباكم معايا لحد امتى؟ انا شايفة ثلاثة قدامي، انت الكروشيه والتالت. معرفش بقى رنا لا خرجت ولا لسه معانا ولا مين التالت. أنا نزلت في السبعة ثمانية لا في أربعة دلوقتي والله. والله كان عندها كانت ما هو جالها هشام وجالها اذكر الله كانت 19 بقت 24 وجالها رائد بكام عصفور كده. يا ربنا يكرمها يا رب. رائد لحد ما ننام منك. أهلا للطاقية أجمل البصمة. أهلا وسهلا يا أهلا، نورت وشرفت وشكرا على البصمة، شكرا على حضورك، أهلا وسهلا بيك. بس على الفيديو لا والله والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا يهدي خلقه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب. رحبوا بألم يا جماعة. ألن الطارئ كل شخص يترك تعليق في آخر شيء عندي في بيتي وأنا أرد الأمانة بعد الحفلة. ألم بتيجي بعد الناس ما بتمشي. ألم الناس كانت كتير من شوية. ألم الطارق تعالى علي يا ناس الطيب يا عسل في بيت منور يا ألم. بس أعتقد إن اللي موجودين هنا عندك رائد عندك وعلى بكروشي عندك. معرفش رنا بقى لسه موجودة ولا لأ. اللي موجود معانا ينزل بتعليق يا جماعة لو حد موجود. بفكر اقفل وافتح تاني. ايه رأيك؟ مش مهم. لا يعني مش مهم ازاي؟ لا يعني اقصد ينام. دول ضاغطين. اقصد ينام ويستريح يعني. والله مش اقصد مش مهم يعني. لا ما استغناش عنه يعني. بس ايه يعني بس انت لازم تسهر تصبر على عينك يعني. والله ما اقصد ايه رأيك. رائد بيقول عندك يا ألم. رائد بيضحك كده من الضحك. والله ما أقصدش يا رائد، أنت طبعا
ما اقدرش استغنى عن وجودك، بس يعني لو عايز تنام نام، بس انا مش ليل نوم. انا بفكر اقفل وافتح تاني، يمكن لما اختي حبيبتي ترفعني على المنتدى تاني، حد تاني خلى عنده دم ويجي. الطاقي انا عندك من امبارح رائد، انت نسيت؟ ايوه، ما هو بيفكرك يا ألم، ما هو بيفكرك ان هو عندك، وعالم الكروشيه كمان عندك، وانا اكيد عندك. شو رأيك يا رائد؟ أقفل وأفتح ولا أقفل وأنام؟ بس أنا مش جاية أنام. وأنتي؟ أو ما عملش شاي تشرب وأفتح تاني أو تفتح أنت؟ تعمل الشاي وتفتح أنت. رائد بيقول لك بفكرك بس يا غالي. رائد بيقول افتح يا حبيبتي، تسلم يا رائد، ما تحرمش منك. طيب هقفل وافتح في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.